أيها المسلمون، ماذا قدمتم لدين نبيكم عبد الله، دين الإسلام سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمتم يا شباب؟ هل نشرتوا الإسلام يا شيخ شوكت؟ أنت كنت في حدود الصين، باكستان، رحت حدود الصين. نعم سيدي. هل خدمت الإسلام هناك؟ ذهبت لهم؟ نعم سمعنا سيدي. في التبليغ أنا وصل الرسالة الحمد لله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان. والله هاي جنود الله في الأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. سووا مثل أبو يعقوب، قال لا ليل ليل ولا نهار نهار، يخدم بالناس، يصلح لكم أعمالكم، أكل يشرب ينسب يدرس، يقرع المريض، يألف كتب، يعتق رقبة، فاتح ديوان، يخدم لجان. هذا شوف من جاي من غامبيا. وقال أمين. ابن عباس رضي الله عنه: المراد من القول قولا سديدا الكلمة لا إله إلا الله. مبروك شوكت علي يا صوفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت. وأنت زرت سيدي علي الهجويري الحسني؟ نعم في لاهوري. في لاهور عدد من مرات. سيد علي هجويري رحمه الله كان من السادات. من 1000 سنة جاء باكستان، وهو وصل باكستان قبل 1300 سنة. مدد.